السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في قناة نور علي، حياكم الله من جديد. في مقطع سابق طلبت من الأخوة المربين والمتابعين قناة نور علي أن يستعرضوا لنا طيورهم الجميلة وأجمعهم في مقطع وحسب رغبة أحد الأخوة، فأشكر الأخوة الذين استجابوا لي وعرضوا لنا بعض طيورهم الجميلة وإن كانوا العدد قليل قياسا مع المشتركين. أنا الكروان الأبيض الأنثى أشعر فيها هدأت واستقرت بالقفص، واللي ساعد على ذلك أنها معها اثنين أليفين يشجعونها على الاستقرار والهدوء، ومقطع جميل إن شاء الله. إن شاء الله أضع لها برنامج خاص. تابعونا من الآن فصاعد. والحمد لله أحس بها جاي تجاوب، إذا شافت مياكم من إيدي هي تحاول تشجع وتتقدم على ايدي لكن مترددة. الاخ الصديق العزيز صديق القناة قدم لنا هذا اثنين من الشحرور، طائرين جميلين الاعمار صغيرة. انصحك اخي العزيز ان لا تجعل الفواكه وجبتهم الرئيسية، حاول توفر لهم الحشرات. الشحرور من الطيور اللي تعشق الحشرات، الحشرات تمد الشحرور بالبروتين تنطي الطاقة والقوة. طبعا الشحرور من الطيور الجميلة والمغردة، حتى قال عنهم الشاعر: ناح الحمام وغرد الشحرور، ذاك فيه شجن وهذا به سرور. أهنيك إن شاء الله والله يبارك فيهم، موفق أخي وشكرا على الاستجابة. نلاحظ الطير أو أي عصفور تجيبه بعمر صغير شلون يكون صديق للإنسان ويتعود عليه، يعتبر مثل الطفل الصغير ويتعلق في صاحبه. أنا حصلت فيها مشكلة مع الواتساب وللأسف تمنيت أقول أسماء الأخوة اللي قدموا لي هاي، اللي بعثوا لي هذه المقاطع الجميلة ومن أي دولة، لكن للأسف ما أتذكر إلا شخص واحد، أرجو المعذرة. فقط كثير من الأسماء من الواتساب، لأن انحذف الواتساب عندي وسويت له داونلود جديد وراحت أغلب الأسماء والأرقام. تمنينا المزيد من المقاطع لكن للأسف الاستجابة كانت قليلة، لكن جزيل الشكر على اللي استجابوا وبعثوا طيورهم الجميلة. كثير من المربين المبتدئين واللي توهم يحاولون يجربون يروضون طيور يشتكون من الطائر وحشي. اخوان دائما ارددها، اشتري لي طائر وحشي واروضه على ايدي واتعب وياه احسن من ما اشتري لي طائر اليف واخليه. انا احب اجازف، اشتري لي طائر جدا وحشي واخليه يصير اليف واشوف الانجاز مالي اللي تحقق، يصير الفرحه اكبر. يعني مثل الانسان يجيب له صخره كبيره وينقش عليها شيء جميل او ينحتها احسن ما يجيب له طينه ويسويها بسهوله. العمل كل ما كان صعب يصير أجمل والنتيجة مالته تكون أروع. الطائر كذلك، إذا جبته وحشي وربيته على إيدك وشوف النتيجة أحسن. طائر الكنيور من الطيور الجميلة، طائر دزالنا صديقي وابن عمي علي إس، شكرا لك يا علي. اللي يحاول يخلي الطيور تسبح خاصة بالشتاء ماكو كل مشكلة، الطيور تحب السباحة بالصيف أو الشتاء لا تمنعها، لكن بالشتاء حاول لا تعرضها للتيارات الباردة الهواء. والأخ الصديق بعث لنا طائر الباجي. الباجي من الطيور الجميلة والاجتماعية والمريحة، تحب المرح ويا الإنسان، شفناه شلون يعلمه يسلم ويرفع رجله وأيضا يعلمه شلون يبوس. الباجي يحب الحركات و سريع الاستجابة إذا واحد دربته. أنا بداية حياتي أول ما ربيت الطيور دائما أربي الطائر الباجي ودائما أعيدها أن طائر الباجي من الطيور السهلة. أشكر الأخ والصديق
صديق القناة بعث لنا طائر الكروان أو الكوكتيل. طبعا تابعت المقاطع أكثر من مرة ولاحظت ما شاء الله خبرة وتعامل جدا ممتاز هادئ، ونلاحظهم أكيد اكتسبوا هاي الخبرة من اليوتيوب والقنوات الكثيرة المتعددة والمنتديات. وأيضا بعثوا لي طائر الباجي لكن لم يذكروا الاسم ولا البلد. جزيل الشكر لبعث هذا المقطع الجميل الباجي وهو يسبح ويستعرض حركاته الجميلة والجذابة. السباحة جدا مهمة للطيور، تنطيهم نشاط ونظافة وصحة وحيوية. أكرر شكري لجميع الأخوة الذين بعثوا هذه المقاطع الرائعة والتي تبعث سرور للنفس. المربي كل ما تعامل فترة أطول مع الطيور راح يصيرون أليفين ويتعلقون به ويحبونه، فلا حد يأيس ولا حد يجزع إذا يقول طائر ما يتعلم. كل الطيور تستجيب إذا تعاملت وياها بهدوء. والطائر أشبه شيء بالإنسان، الإنسان إذا شفت لك صديق أو إنسان أول مرة تشوفه راح تتعامل وياه بحذر وتتردد. أشكر الأخ قدم لي هذا المقطع الجميل والنغمات الرائعة الكروان وهو يعزف أجمل الألحان. الطائر لو صار وحده ويا المربي يصير أحسن من ما زوج أو أكثر من زوج، راح يتعلق بيك أكثر. الذكر يتربى أسهل من الأنثى ويتعلق بصاحبه وحركاته أكثر من الأنثى. الأنثى أكثر شيء تصير هادئة قليلة الحركة مو مثل الذكر. بوسة 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 كوكو بوسة بوسة بوسة. حضرت بما اني اشتريت هاي الانثى البيضاء حضرت الدخن الطازج اللي بيه السنابل. يصير حبة الدخن جدا صغيرة ياخذ وقت هواية الله يشبع الطير. ذولي اللي انا مربيهم رأسا يجون ياكلون، فمن تلاحظهم ياكلون راح تقلدهم مستقبلا. وان شاء الله انا قريب انزل مقطع وشوفون شلون راح اروض هاي البيضة. رب سائل يقول ماكو داعي الكروان، أنا قرأت أكثر من مرة يقول الكروان جدا سهل ماكو داعي يسوي سلسلة وشرح طويل. طبعا إذا واحد متعامل يا طيور يشوفها سهلة، لكن إذا أول واحد يشوف الطيور يحب الطيور لكن ما يعرف طبيعتها أو الذكر بالأنثى أو ما يعرف حتى أسماهم يلاحظ، فماكو شيء اسمه سهل، كل شيء راده شرح وتعليم أحسن. نلاحظ الأنثى تحاول تتقدم لكنها مترددة. الحلو بيها هي عمرها تقريبا شهرين تتقدم للأكل. فإذا واحد عنده طير أليف ويجيب بيها طائر وحشي راح تسهل عليه طريقة الترويض. وإذا ماكو مو مشكلة تخلي لك طير واحد واحدة وتسوي له برنامج خاص راح يتعلم يتروض. ومثل ما قلت لكم بداية من ساعة ما قدرت أكمل أقول لك إذا عندك طائر وحشي وتربيه على إيدك ويصير أليف راح تحس بسعادة كبيرة وانت تشوف ثمرة تعبك وجهدك ربيت. أحسن ما أجيب لك طائر أليف وعادي حتى العراقة ما صير قوية، لكن إذا ربيت على إيدك وراح يتعود ويجي لك وتحس بسعادة أنك سويت إنجاز وربيت لك طير وحشي وسويته أليف. ما أدري أنا هذا الإحساس والشعور عندي، فما أدري المقابل شو يقول يجيب لي طير أليف وأحسن لي أرتاح من هاي الدوخة. فأشوف إذا تجيب لك طير وتربي على إيدك أفضل. نلاحظ الأنثى
هذا الوقوف، الطير إذا صار واقف بأطراف القفص يتعلق بالسيم بعد عدم شعور بالأمان. وهاي طبيعية، أنا ما اشتريت هاي الأنثى، اشتريتها تقريبا الظهر، ثاني يوم الظهر يلا كلت، لأن أغلب الإخوان يقول أنا اشتريت لي طير لحد الآن ما يأكل ولا يشرب. الببغاوات ما تقبل واحد يراقبها إذا هي خايفة، وإذا اشتريتها وما أكل ما أكل طبعا خايف، وإحنا كاظينة وجاي مكان جديد ومجهول، وما يفكر يعني الطائر يقول أنا جايبيني هالمكان إيش راح يسوون بي بينه وبين نفسه، وخايف من المستقبل. إذا حس بالأمان والاستقرار راح يتقدم يأكل. وأهم شيء لا تراقبه، خلي مكان هذا أول ما تجيبه، ولا تراقبه ولا تقعد يمه، ابتعد عنه قدر الإمكان، وبالأخير هو راح يأكل. لأن الأكل غريزة عند كل المخلوقات، الحيوان أو الإنسان، إذا جائع راح يأكل. نلاحظ الحمامة سنبل واقفة بالحديقة. من هذا الشهر التاسع بعد أحاول ما أطببهم لا سنبل ولا دقلص، أخليهم بالحديقة، لأن إذا طببتهم داخل البيت دافي، وأطلعهم برا برد راح يتمرضون. الأفضل لهم يتأقلم جسمهم.